متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية في المملكة والتي تشير إلى الأمور التالية: بعض السحب والغيوم المنخفضة في مناطق عرعر وسكاكا وتبوك وإجمال مناطق شمال غرب المملكة، سحب عالية في أجزاء مختلفة من المملكة تغطي مناطق واسعة، وبعض السحب الركامية المتناثرة في مناطق مختلفة من المناطق الوسطى من المملكة. كما ذكرنا سابقا هناك حوض ومنخفض جوي علوي بارد في المناطق بلاد الشام، هذا الأمر دفع بتيارات هوائية ساخنة ودافئة إلى مناطق وسط وشرق المملكة، وترافق ذلك مع تدفق لتيارات هوائية رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية. هذا الأمر يعمل على تشكل سحب رعدية بشكل يومي ولكن مع ساعات المساء في مناطق مختلفة. يوم أمس كما شاهدنا منطقة حفر الباطن بعض الأمطار في العاصمة الرياض والقصيم، ومن المتوقع استمرار نفس الأحوال الجوية بالسيطرة على المملكة خلال الأيام القادمة كما سنلاحظ عبر صور الأقمار الاصطناعية وخلال اليومين القادمين. عبر آخر خرائط المحاكاة الحاسوبية كما نلاحظ إذن وجود بعض الزخات الرعدية الماطرة على شكل حزام ممتد من المناطق الجنوبية الغربية نحو المناطق الوسطى ومن ثم المناطق الشمالية الشرقية. تنشط هذه الأمطار بشكل لافت مع ساعات المساء وما بعد العصر وتكون في أقصى طاقاتها، إنما أضعف هذه السحب ستكون في ساعات الصباح والظهيرة. ينتج هذا الحزام المطر الرعدي من الأحوال الجوية غير المستقرة، وذلك نتيجة وجود هواء بارد في مناطق شمال غرب المملكة متلاقي مع كتلة هوائية حارة قادمة من المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة. إذا هذه الليلة هناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية في بعض مناطق المملكة، ربما تشمل أيضا العاصمة الرياض، وتستمر هذه الفرصة موجودة خلال ساعات نهار يوم غد ولكن بوتيرة أضعف، وتتحرك هذا الحزام بالاتجاه الجنوبي، أي أنه بدأ خلال اليومين الماضيين في هذه المناطق ثم تحرك إلى المناطق الوسطى أكثر ثم الآن يتحرك أكثر جنوبا كما نلاحظ مع ساعات مساء السبت، ولكن تبقى الفرصة في العاصمة الرياض وبعض المناطق الجنوبية منها بالإضافة إلى جنوب غرب المملكة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار بمشية الأتعاد. طبيعة هذه الزخات هي زخات عشوائية الطابع وتكون ذات معدل غزارة عالي ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، ليست أنها في مساحات واسعة، كما ولا يستبعد أحيانا أن تترافق مع تساقط لزخات من البرد. إذا الأحوال الجوية هذه الليلة بشكل عام في العاصمة الرياض أجواء غائمة جزئيا مع احتمالية لزخات رعدية من الأمطار على فترات. هذه الأمطار تكون في كما ذكرنا عشوائية الطابع. درجة حرارة هذه الليلة 26 درجة مئوية، ويرجى دائما الانتباه من خطر جريان الأودية وتشكل السيول لا سيما في المناطق المفتوحة في ظل تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة هي على النحو التالي: إذا غدا السبت أجواء في ساعات النهار غائمة جزئيا، درجة حرارة 36 درجة مئوية، هناك بداية لانخفاض على درجات الحرارة، 40 درجة مئوية كانت الحرارة العظمى في بعض المناطق اليوم، غدا 36 درجة مئوية. في ساعات الليل تعود وتنشط السحب الرعدية كما ذكرنا، هي حالة مسائية من عدم الاستقرار الجوي، تصل إلى 23 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى. يوم الأحد أجواء غائمة جزئيا في ساعات النهار، المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة من 36 إلى 32 درجة مئوية، في ساعات الليل 21 وتبقى الأجواء غائمة جزئيا. بعض الأتربة المثارة يوم الاثنين كنتيجة للنشاط على سرعة الرياح، درجة حرارة 30 درجة مئوية، والصغرى ليلا 19 مع أجواء غائمة جزئيا. قبل الختام الأيام القادمة الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، يتوقع أن تتأثر فيها عموم مناطق المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تجلب معها بعد مشيئة الله أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق. طبعا نقوم في طقس العرب بمتابعة حثيثة لهذه الأحوال الجوية القوية المتوقعة على عموم مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض، وسنوافيكم بآخر التفاصيل خلال التحديثات والنشرات المقبلة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دائما ندعوكم إلى الامتثال لأوامر الحكومة في المملكة بحظر التجول وعدم التنقل لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ونتمنى لكم دائما أن تكونوا بصحة جيدة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.